رشا. ايوه الو، ازيك مساء يا رشا؟ الخير. الو، الو مساء الخير. مساء النور حبيبتي. اهلا. مساء الخير. انا بس كنت عايزه بس اقول حاجه، عايزه الدكتور بس يكلمنا عن هل الحبوب اللي هي بتبقى المنع الحمل بتساعد فعلا ان الوزن ما بينزلش؟ لان انا فعلا كنت يعني كتير قوي عملت دايت، لما جيت استخدمت الحبوب الصوت بس حسيت ان وزني. لا لا، رشا رشا ايوه رشا رشا، معلش ثانيه واحده، علي صوتك عشان البوينت طب اللي انت كده كويس كده كويس. ايدي بقى من الاول تاني. تمام. كنت عايزه اسال تاثير الافكت بتاع حبوب منع الحمل على الدايت. تمام تمام. لان في ناس كتير قوي يعني، انا لما غيرت وسيله منع الحمل حسيت ان الحبوب فعلا كانت عائق في نزول الوزن بسرعه. تمام. يعني حبوب منع الحمل كانت عائق. كنت بحس ان جسمي فعلا ما بينزلش بالصوره، لما انا ركبت لوب حسيت ان جسمي اختلف، لا الوزن بينزل بسرعه جدا. اوكي. عندك كام سنه يا رشا؟ انا عندي 41. 41. ايوه. طب وزنك قد ايه وطولك قد ايه؟ لا هو انا الحقيقه انا اصلا وانا بنت كنت 86 كيلو وطولي 170. لما جيت خلفت كذا مره وصلت نفسي ل 59 كيلو، ومع ان اخر ولاده ليا كانت ثلاثه توأم. ما شاء الله. كانت سيزيليان. فانا كنت يعني بنزل وبعمل دايت فعلا ما بهملش في نفسي. لكن جيت لقيت بعد سن يعني لما دخلت بدات اخش في الأربعين وانا مركبه اللوب حسيت ان وزني لا مش بينزل بالصوره اللي قبل كده. قالوا لي بعد الأربعين الحرق بيقل. تمام. جيت غيرت الوسيله بقى وركبت لوب حسيت لا وزني بقى مع ان بعمل دايت دلوقتي مع نفسي لا نزلت 10 كيلو لوحدي. تمام. سؤال حقيقي مهم جدا اجاوب عليك. حاضر. شكرا. تمام. يا رشا العفو جدا. شكرا. هو الحقيقه بس عايزه اصلح لك معلومه، هو بعد ال 40 مفيش حرق خالص. لا يعني المعلومه دي غلط جدا. لا لا الحرق موجود لحد سن 70 سنه و80 سنه. يعني يمكن حضرتك تتفاجئ، يعني والله يمكن متابع معايا يعني سيدات، يعني ببعت لهم والله التحيه 70 سنه والله، ويمكن بيبقى عندهم درجه التزام بالدايت اكتر من الصغيرين، لان مفيش مغريات الاكل قدامهم كتير، وحتى معدل الحركه بيبقى قليل، فيبقى في التزام كامل جدا بالدايت. وعندهم الحرق كويس؟ كويس، وبينزلوا بمعدلات ممكن تكون بسيطه شويه او بطيئه شويه، كيلو او كيلو ونصف في الاسبوع، ولكن بينزلوا في الوزن. الموضوع حقيقي موضوع اراده وعزيمه وقوه التزام بالدايت وتطبيق بقى اللي هي المعايير او شروط اللي هي نجاح الرجيم. هجاوب عليها بس سؤالها طبعا مهم جدا، تاثير اقراص منع الحمل على نزول الوزن. انت عارف حضرتك طبعا انا مش هشرح القصه طبعا دي، راجع لاساتذه النساء والتوليد. هو اقراص منع الحمل هو ده علاج هرمون، يعني هي بتاخد الهرمون في صوره كبسولات او في صوره اقراص. للاسف الهرمون اللي هو الخارجي او الصناعي دوت شويه بيتعارض مع الهرمون الانثوي الطبيعي اللي هو ربنا خلقه فيها، مع يعني شويه مع نشاط التبويض العادي اللي ربنا خلقه. فللاسف ده بيصاحب شويه باختزال سواء للدهون او للميه في الجسم في احيانا مع بعض الناس، وفي بعض الناس تانيين عشان بس ما نعممش الكلام، بيبقى ساعات ما بينفعش يركبوا لولب لاسباب تانية، يعني بيعمل لهم نزيف، بيعمل لهم مشاكل، يعني بيبقوا ممنوعين تماما او ما ينفعش، هم مش انديكيتد خالص ان هم يركب لهم لولب. فبتبقى وسيله منع الحمل الاقراص بتبقى هي التريتمنت اوف تشويس او اللي هي وسيله العلاج بالنسبه لهم. فده شويه ممكن يعارضك في نزول الوزن لاحتفاظ الجسم بشويه من الميه، احنا بنستعيد عن ده او بنعوض عن ده ببعض المشروبات الطبيعيه او الحاجات الطبيعيه او مدرات البول الطبيعيه اللي هي بتعمل كاونتر اكشن او بتعادل اللي هو التاثير ده. هي الحاجات دي بسيطه جدا وفي متناولنا كلنا، يعني نقول طيب دايما بنصح بمغلي البقدونس على الريق الصبح، ده من اكتر الحاجات اللي هي بتنشط الكلى وبتخرج الملح كلوريد الصوديوم، وبالتالي برضو بتعمل فلتره او تنقيه للجسم من الشوائب والحاجات دي، وفي نفس الوقت بتسرع خروج الميه. بنصح دايما بعشبه الشمر او مغلي الشمر على الريق الصبح، ده طبعا من اكتر الحاجات اللي هي مدرات البول الطبيعيه. بنصح بمشروب بسيط جدا كلنا بنشربه، اليانسون، من اكتر الحاجات الطبيعيه اللي بتساعد برضو في ضرر البول. دايما حاجتين برضو بعمل لهم اقتران في الحالات اللي زي مدام رشا، بشربهم دايما مراميه مع نعناع، مراميه او المرمريه مع النعناع، دي من اكتر برضو الحاجات الطبيعيه اللي هي بتعمل عمليه تنشيط برضو طبيعي للهرمونات الانثويه، وبرضو بتعمل كاونتر اكشن او تقليل من تاثير حبوب منع الحمل. ولكن بقى هي عملت شيفت لللولب، طبعا بيحصل بقى استقرار او بيحصل بلاتو في الهرمونات بتاعتها، وبتقتصر على الهرمونات الطبيعيه، وبالتالي بقى عمليه انقاص الوزن بتبقى ماشيه بشكل طبيعي. تمام تمام. نرجع بقى لموضوع السموم. فبنقول احنا قلنا في طريقتين.